ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الرابع والعشرون من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد ابن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وللفاعل أحكام منها عشر كي أفر يا لباتنا لباتنا يا أفرات. كتاب كي الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد ابن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وحن رب الله يا عشر كا أفر يا لباتنا. وللفاعل فاعل كي وحاو السقنا ذي أحكام أحكام من أحكامتي وحاكم إذا أنه فاعلك لا يجوز ما بنان حذفه إلا حذفه لقويه فاعل لما قوين كره محايل لأنه فاعل عمدة واتير والعمدة واحتيرنا لا يحذف لما حذف والعمد لا يحذف منه والعمد تيرر كان لا يحذف لما حذف سيد هذا. فإن ظهر حضو مغضى فاعل في اللفظ دوق النحو قام الزيداني والزيداني ذا والزيدان الذي زيد قاما ويستان قاما ألف كتاون فذاك فالأمر واضح أرنت وعدة. شيخ بوحنا ليه جربلي أنك ويرير وكتابنا له أغنين جنة فذاك ذا نوكل مركو صامر ذاتك ورمرك النحو ذي يقانين وحاكو أتكال لكن لغة عربية إنه كوه الله فقه الشافعي على أغرسين جنة أحكام ليه جنة النحو ذا مركب حديجة فذاك فالأمر واضح فلا نغنوق نغنوق ملك نغنوسي هذا الملح هو هذا الملح فلا كلام ماشي. فذاك فالأمر واضح فلا نغنوق هاوية راتكي لكن مدقى وشادة يضعاتك حديجة ميان تنبلي نفاء تيم تنبالة الأسفل من تنبالي فافوع فوعد wubi ba jiri jiray iyo laag soo ma garanays mayan tambulini ninki wubiga ee timbadu wi faatiin bu anaga u timbo timbala tan timbasho aswala ka hooseeyso min timbali timbashadis faafuu fuu abnaaka rutuuri wa fuuri marka dadkii hore marka isasaar wa ku fiiray laakin luqada adeegsigeeda dhibay markaas waxa la bariyay wadanka ay hay'aduhu iman jireen ya maalin wadaan dhawada aad u yaqaan xir badal la yey niman ardaydiisa waxa dheem maasha waa laga hadlaayaa imo bal kelima lagu soo qoray niman carab ah imaana meesha dareeg waaweyn oo halis sheega de nahwu iyo sarfi iyo fiqhi uu yaqaanay laakiin takhadub isku ma lugayn takallum نوافن موكت شيخ وا لغي مركي كلمه سو دواتي وا لو سو دوي شيخ شيخ وحو كو هادلبا هدو فرته الحمد لله رب العالمين شق ما يكون نقط ماشي هادي ودا كوارته كاميرا الاستبا ودا يا صور يا هول شيخي وا ديني مر سغي دمب غير دم ما مركا اللي بس استرح استرح بعد عالم هلا فريسيان استرح استرح أرددي سوا مركا واحد الشيخ محاكو وضع وريقا أبوسي وكان وحوء هذه بأيدي شيء كان وحوء مركا للغمينة كان وحوء هذا صلى الله عليه وسلم وكان وحوء هذه بأيدي شيء لغمة دي لغمة سوالي ما نهي نبي يا ما تقرأت وللفاعل وحاوسون هذا أحكام من أحكامتي وحكم إذا أنه شاني لا يجوز ما بنان حذفه إلا حذفه لأنه محايل عمدة واتير. فإن ظهر حد مغضى في اللفظ اللفظ فذاك فالأمر واضح نحو قام وحايست الزيداني قام في الماضي وحموقن الشواء الزيداني فاعل كو قام في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الزيداني فاعل قام مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد والزيداني لبدي زيد قاما ويستان قاما ألف كاسر والزيداني الواو حرف عطف
الزيداني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد. قام قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والف التثنيه فاعل مبني على السكون في محل رفع والجمله من الفعل والفاعل خبر المبتدا والرابط بينهما الف التثنيه ضمير كاسو. فإن ظهر هضوم مقدر فاعل في اللفظ اللفظ النحو قام الزيداني ويه يو الزيداني قام فذاك فالأمر واضح أرنت وعده وإلا هضو سموقا فاعل فهو فاعل ضمير ضمير ويه مستتر قرصون ما قعنا وضمير قرصون وضمير قرصون نحو زيد زيد قام وإستاغ محاق أن هو هو فاعل كي لما حد فينا وضمير مستتر وإلا حدوس موقن لفظه كم موقن فهو فاعل كي ضمير ومستتر قرصون نحو زيد زيد قام واستاه هو زيد هو قدر هو قدر ماش. وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فهو ضمير استتار و ولبي ولوح وألفيه ألفيه وحوده وبعد فعل فعل كذب سيدي سواء فاعل بقى وبعد فعل فاعل فعل وحاء كذب فاعل فإن ظهر هضوم مغضي فذاك وصير مكت وإلا هضوم فهو ضمير ويستطر قرصوما وبعد فعل فاعل فإن ظهر كل سيدي في جوف الفرع أغار وحاد كره يساوي لأن دمير فرو قدي وكل النحو في الألفية لأن نحونا ألفية كفير معناه اللبي روحي شيخ كتبك له ألفية تسيل كافي ويحي وكسو يقولي ألفية مركب وحيد عن روح النحو ذو ألفية علماء قار وحيد يجري النحو ذا هدو الروح روينو برتو ووقت كوبرنا كبرت صدح كتابة مهمة أجرومي كواكب ألفية نحو ذا مهم مدد وصد حاصل أجرومي كواكب ألفين خلاص صد حاصل عمق هداد أفان دواء علمي ومال وإسكا قرسوه من كلا مالي يلاوي لكن نحو مهم مدد والحيسا نحو مهم مدد والحيسا. وبعد فاعل وبعد فعل فاعل فإن ظهر وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا وإلا فهو ضمير استتر مارك وحي وإلا حدو سموقن فاعلك فهو ضمير ضمير وهي ضمير كاسون مستتر قرصون نحو زيد زيد قام واستاه هو زيد ومنها حال حكم بكوشه إلى شان حكم بوشي دون ارتوحينا فاعلك أحكامتي سوى السقال لو بيت بقاركوض كوكول من للفاعل التسع خذ التأخير والرفع والذكر ولو تقدير تجريد عامل له عن علامة التثنية وجمع لحاق علم تانيثه وحذف فعل يعمل لعلمه واسله يتصل اغناؤه بعامل عن الخبر وكونه بلا تعدد ظهر به للفاعل فاعل تسع سقال حكم بوليه سقال حكم خذ قاض كو التاخير الدبلجت فعل يا فاعل يا ضمينه فعل يا فاعل يا ضمينه فاعل خذ التاخير خذ مركبتي لنيسي كو التأخير الدبليجت نمبر كو محاني التأخير للفاعل تسع ها للفاعل تسع وسقال حكم بولاي فاعل كو التأخير الدبليجت عن الفعل انو كضم به وانو فعل كور قام زيد زيد كو انو ضم والرفع قدي وان لقده الاسم الفاعل هو الاسم المرفوع سماه والرفع والذكر إلا شيخه لم أحد في الكروي سوى مقرنس ولو تقديرا به الله وشيخ والضمير مستتر وعنه وزيد قام هو ذي ومقرنس التأخير ديب لقيت ما هيسه لابا والرفع مرفوع القذين صدح والذكر الشيخ ولو تقديرا ولو تقديرا لابا رباه والذكر ذي لا صعته والذكر ولو تقديرا انت هو اسلا سؤال ما قالت صدح ما هنا افر تجريد عامل عامل كان لا نرتر على علامه التثنيه والجمع
فاعل كهان نقض جامع مذكر السالم قام الزيدون قام وأنا قام ذي الجهد تجريد عامل عامل كان لا ترتره عن علامة التثنية والجمع ها وجريد الفعل إن أسند وحديد ووحيد الفعل إذا ما أسند لجمع أو مثنى كفاز شهداء كفاز وحالي بان أشهداء ووحد الفعل فعل ولقى كليا إذا ما أسند هذه اللوتري لجمع أو مثنى كفاز شهداءك واي التأخير دبليجيتكو والرفع عين مرفوع بها والذكر إن لا شيء ولو تقدير صدى تجريد عامل عامل كيسين لا ترتر عن علامة التثنية والجمع لا ترتر وي ما قال هنا أفرس وما تجريد عامل عامل كإن لا ترتر تجريد عامل تأنيثه تأنيثه إن لا تدقيه هل غوضة تأنيثه ولا تدقيني هذه فعلك وياه هذو فاعلك وياه مؤنث حقيقي فاعلك فعل كان تابع لجيل مختي وقامت هند قامت سعاد قامت سعاد تأنيثه ولد الدين و وحذف فعلا لعلمه فعل كي سوى لحذف كراه هذه العقية من قام يا استاغات زيد بكير ما قدر قام زيد وحذف فعل لعلمي هدي لاغيا ولا اسك حذف كره واسله يتصل وها اصل فعل فاعلك ان اسك خيان واسله يتصل فعلك يا فاعلك وين اسكو خيغان مر مر وا لو دحين كرا واسله يتصل اغناؤه بعامل عن الخبر اغناؤه انه كافته بعامل عامل عن الخبر خبر هذا سد ما سد الخبر مصمر اقائم الزيدان وفاعل لكن وسد مسد الخبر وكونه بلا تعدد ظهر بلا تعدد ترى لما أقر ها قام 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 زيد وحمجرة وكونه بلا تعدد وين صبضن وكونه بلا تعدد ظهر فاعل هالأمور لما ذكر قام زيد زيد بايستاي زيد زيد كلا زيد زيد كلا زيد زيد كلا هذا زيد البضارة تقام الزيدون الدفع له وكونه بلا تعدد ما بضان كرفاعل ما بط ما بط أحكام تامرك السقالك التأخير الرفع الذكر ولو تقديرا تجريد عام تأنيث وحذف فعل أسله يتصل إغناؤه عن الخبر يكونه بلا تعدد أي غربين وقار كشة كنك لا يجوز حذفه والذكر ولو تقديرا ومقرة وإن لا شيء وللفاعل وحاوسنا هذه أحكام من أحكام منها أحكام تاوحا كم إذا أنه فاعلك لا يجوز مبنان حذفه إلا حذف لأنه محايل عمدة واتير والعمد تير كوحي أنا لا يحذفه لما حذفه والعمد لا يجوز حذفه وك فإن ذا أرادوا مغضف اللفظ اللفظ النحو قام الزيدان لبدي زيد بايستاه والزيدان لبدي زيد قام وايستاه فذاك فالأمر واضح وأرنت وأعده وإلا هدوس اللفظك كموغن فهو فاعل كضمير ضمير وهي مستتر قرصون نحو زيد زيد قام وإسته هو ما قدر هو ومن أحكامتي وحاكم وحوم كلا أنه شأنه لا يجوز ما بنان تقديمه إنه كور مرة على الفعل فعل كإنه كور مرة لما أقرأ لما ركبوا بعد محوها خذ التأخير يسوي إنه الضمبيو كون نوسف يا فاهي مركب فيه
ومنها حكم كي لبعض حاكم إذا أنه فاعل لا يجوز ما بنان تقديمه هرمريديس على الفعل إنه كورمر فإن وجد هدي لهلو ما شيء ظاهر وظاهر كي سأد مودة أنه فاعل فاعل إنه مقدم لهرمري وجب وحواجب تقدير الفاعل فاعل كي إلا قدر ضميرا حاله مستطرا أو مستطرا ويكون المقدم كالهرمري وحاني إما مبتدا مبتدا نحو زيد زيد قام وايستاي هو زيد مبتدا قام فعل ماضي فاعل كيد هو جملة أول جملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا وإما فاعلا فاعل النق بفعل فعل وفاعل النق فعل كاسو محذوف لحذف نحو وإن أحد من المشركين استجارك وإن استجارك لأحد تنقذ المحيط فاعل أو فعل كذا ما استجارك هذا كذا ما ماذا يفسر إيش وعلي وإن استجارك هدو ما يجلي كاضل أحد من المشركين استجارك ما أنكو أغاني لأن أذات شرد أذات شرد وإن ترد إن لا تدخل ما بقش على المبتدأ المبتدأ ما قش اسم ما قش إن أفعال بقش فعل بقش إن وخاصة بالأفعال ركزاسة كو أغاني وحيري حكم كاللبات اسكجر فعل يا فاعل مركز توائنه فعل هرية فعل فاعل مهر مركة وهو حان أرقنا اسم قدن وهر مري لبن من أمباده اسم قدن وهر مري يعني أرقنا فعل وادن بي اسم هو مبتدى ده فعل كان قدن بي فاعل كي سأسطرنا وخبرك ما لقرد أما وحاديه اسم قدن وهر مري فعل محذوف وماشى قدرًا أيا فاعل أويه لكن سيدا إذا فاعل باهر مروا فاعل مقدم والفعل مؤخر ما تعلم إيهنا ومنها وحاكم إذا أحكامت فاعل كأنه شانيه لا يجوز مبنار تقديمه فاعل كتقديمه تقديم الفاعل بضمير كوعل تقديمه فاعل كينو هرمر على الفعل فعل كينو كورمر فإن وجد هدي له لما شيء ظاهر وظاهر كيسويا أنه فإن وجد هذه الليل ما شيء ظاهره سيدك موقت أنه فاعل فاعل نويه مقدم لهرمري وجب وحواجب تقدير الفاعل فاعل كإن لقدر ضميرا حاله ضمير مستطرا قرصا ويكون روحان المقدم كالهرمري إما متدعا إنه نقض نحو زيد زيد قام وإستاه هو زيد وإما فاعلا فاعل وهذا بفعل فعل وفاعل النقض فعل كاسو محذوف لحذفي وحذف فعل سماء نصما حد احكمت فعل ولا حد فكره واما فاعلا فاعل ونقض بفعل فعل فعل كاس محذوف لحذف نحو وان احد من المشركين كم استجارك وين استجارك جمله مفسره نوا 7 جمله سيده نحوه اللغه العربيه وا 14 جمله وانه سال العلماء 14 جمله تضبه وحيو يقانا لا محل لها من الإعراب تضبه لها محل من الإعراب تضبه قدر أفريط بانكاو نحو ذو السيدة ذو تضبه الجملة محل كإعراب كله إيه تضبه الجملة محل كإعراب كله تضبه ذا المحل كإعراب كله وحان سوق على المركز مبتدها يا خبرك زيد قائم المركز كبكت والجملة من المبتدأ والخبر جملة ذات وهذه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مستأنفة لها جملة ذا مستأنفة لا محل لها من الإعراب جملة ذا مستأنفة لا محل لها من الإعراب جملة ذا صلة الموصول محان صومر ها الذي قام أبوه مركان قام فعل ما والجملة من الفعل والفعل صلة الموصول محاكو عيه لا محل لها من الإعراب طيب جملة ذا قدرتان صدح كذا جملة ذا مفسرة ذا مفسرة والجملة المفسرة يدنا لا محل لها من الإعراب إذا شمس كورت إذا كورت الشمس كورت بلده إذا شمس كورت إذا السماء انفطرت إذا انفطرت السماء انفطرت جملة ذا مفسرة ذا لا محل لها من الإعراب طيب وحوير مركا وإن أحد وإن استجارك دوما إنجليك أضرب أحد أحد من المشركين استجارك من إنجليك أضرب فاجره حتى يسمع كلام الله
لأن أداة شردي أداة شردي وحلقة وذا أنت سوما قال أنت لأن أداة شردي لا تدخل مقاش على المبتدئ على المبتدئ وحلقة وذا ما قال اسم مقاش هو أداة شردي اسم مقال إن في الصفات والمخارج اتفق إلا دا إن اتفق حرفان سوما أنت فعل كأس أدلر هذه نيسا ومن أحكامتي وحاكم ذو حكم كيسا أن فعله فاعل كفعل كيسا يوحد ولك لي يوحد ولك لي بعد يوحد مع تثنية فاعلك مثنى وجمعه فاعلك جماعة كما يوحد سيد لوك لي مع إفراده فاعلك مفردة هل كان أفرس هل كان أفرس طيب فعل هذا ومنها وحوم كيس الدحر ومنها وحاكم ذا ومنها أحكامتي فعلك وحاكم ذا أن فعله فاعلك فعل كيس فعلك يوحد ولكلي مفرد بالغني فعلك فعل مع تثنية الفاعل فاعلك ومثنى قام الزيدان قام بجو الله نفهم قام الزيدان ملنا ما وجمعه فاعلك وجمع قام الزيدون قاموا الزيدون والله ما كما يوحد سيد اللوكليين مع إفراده فاعلك ومفردة ووحد الفعل إذا ما أسند لجمع أو مثنى كفز شهادة ووحد الفعل فعل كليين إذا ما أسند هذه اللوتر لمثنى أو جمع ولي التوحيد كاللازم وذلك فاز شهداء شهداء وجمع سمات فعل كذير محاله فاز عمريدو كنا محمود يجري عمريدو قارفين ويدين دي قاسمة كواكب القارب عمريدو قد يجري كواكب كنا سخوين كقار عمريدو قد يجري ما هي نوعة وجرد ميها جرد ما هي نسخوين كنا نهاي سنة قاربا دي قاسمة ما هي هل كان كرة كفير ما نوع أنا ما كاس كا ها قارب عمريد دجا قرة سمو قارو حاجر عمريد دجا قرة باول فاعل سو كان ما ها وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى نسند وواجب وحواجب في الفعل فعلك أن يجرد إن لا ترتره إذا قرتي أسند الله تري لجمع أو مثنى ما شاء الله نوع حليها أجرومي يا عمريد كهذا لم يدمي أجروم إيش هذا الناس أكو بلا واي ودير كله دوين دين مياه والله بدر عمريد دين واحد سان أجرومي واحد سان وحير ومنها أحكامتي وحاكم أن فعله ده هذا فير فاعل كفعل كسي واحد ولا كلي مع تثنية فاعلك ومثنى وجمعه فاعلك وجمع كما يوحد سيد اللوك لي مع إفراده فاعلك ومفرد فتقول وحدي قام الزيداني قام وي الزيداني ومثنى شمال فعلك لكن توحيد بلو لازم تجريد ولا ترتل علامة التثنية والجمع واذكر ترتل وقام الزيدون كما تقول صاد لي قام الزيد قال الله تعالى لوحي قال رجلان مراد كما قالت رجلان فاعلك ومثنى قالنا واسدان وجاء المعذرون المعذرون وجمع مذكر سالم جاء رواسد هذه وفعل مجرد أول علامة تثنية كالأرترا وعلامة الجمع وقال الظالمون ظالمين تي وحيدهن وقال النسوة هوين با وحيدهن أيان رويد بها لكان لإسكو لغزي بي أهل لإسكو امتحان ماشان هكالهم وقال نسوة نسوة رقبة وحيدهن وايه قال محا علامة علامة دي لوغة داي علامة التأنيث لديك وقالت نسوة ميالي نسوة وقال نسوة وقال نسوة سماري محال لوغة داي يالي سويد هاي ما هيزا هاي شعب دوتا ما هيزا وقال نسوة في المدينة تمرات العزيز سما فعل كينا تاو تانيث لمكي ها بغير الله هاي هاي
ماشي نسوى طوى جمع التكسير جمع التكسير وجاز وجاز وهذه كرتا قام الرجال قامت الرجال ما قال قام الهنود قامت الهنود جمع التكسير وجاز وجاز جاز وجاز وقال النسوة المركا الكايس كجرين خوندو من وقال النسوة وقال النسوة ناوين با وحيد هم بادي والنسوة جمع تكسير واحدها مفرقة امرأة ويزمان من غير لفظها ومن العربي مركا هالكا نعرني مسألة ولكن اسكشاد يو رواين وكوشي اسكجر هادال ومن العربي وحاكم من باك مذا يلحقها ليشين الفعل فعلك علامة التثنية التثنية علامة والجمع إذا كان الفاعل فاعل كادوية مثنى مثنى فعل كان مثنى لقد يدي أو جمع جمع دوية فعل كان جمع فتقول وحدي لغة هداد كسعط فتقول وحدي رقع لغة هداد كسعط قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات مركا إعراب كيس كجر قام فعل ما دوا سيريس والالف علامه تثنيه على دي والالف و علامه تثنيه ازيدان وفاعل بلا قاموا قاموا فعل ماض والواو علامه الجمع ازيدون فاعلك قمنا قمت بفعلك والنون علامه النسب الهندات فاعلك وتسمى وحالو مغا لغه اكلوني وحاعنا البراغيث انجر بوددي لغه اكلوني البراغيث بلا ابن عنقاء وحويره أكلوني البراغيث اللغة اللي ما كان لبحي أكلوني البراغيث مع اللبا لبا اللحن كوها يابي لبا خر وحكا لبيس كده يضا لفت يضا من أدحفر لناو اللغة اللي ما قاعد وحلو بحيها أكلوني البراغيث صما فير هذا شرح معان وحوي لقال ابن عنقاء وهي لغة قليلة وهي هل كان ملحيا شرح فير البراغيث وسط لأن هذا اللفظ اللفظي أن سمعه وحالك مقالي من بعضهم قاركوت لغة أكلوني البراغيث قال ابن عنقاء من أئمة اللغوي إنك إسكج وهي لغة اللغوي قليلة يربي ورما لها يالك لطير هاطي إيا وأزد شروع يمني وي لبضا وبني الحرث قال الفاكي يوحي وهذا المثال مثالك ولغة أكلوني البراغيث هاي كيرن فيه دحيس شدوداني لبشاد بقى الله والله لبا خر أحدهما لما ذا شاد من كامل إلحاق الفعل فعل كي يقول لها ليش العلامة علامة أكلوني وو كويس وثاني استعمال الواو وو الله استعمال أكلوني لما لا يعقل وحر عقل لحي قال في العبا وحي كان حقه وحوى أن يقول إنه أكلتني وحي عنت البراغيث لأن البراغيث ليس ما ممن يعقل وحعقل قال روحي دا وحان كلام قصي هاي سنة إنجر بودد وحوم عنتها لا ساعتني ولا ولا دغتني وحي قنين جرب دم يا وحنس يا درا وين اللغه دي ما لوغا دعه يا اللغه دي ما لوغا دعه مركا نيما كان دولكا لا دغ ادو المه وتو سما وها لو مغا لغه اكلوني وحي عنا البراغيث ان جرب ددي لان هذا اللفظ اللفظ ان سمع ولا مغلم من بعضهم قاركو ومن هو حكم الحديث حديث كان ويسو دريش تفير هذا اسغنا سيده لوغا جوا يتعاقبون وحيصل علم فيكم لحين ملائكة الملائك بالليل هبينك وملائكة الملائك بالنهار حديث البخاري مركا يكو وحيدا يتعاقبون فعل مضارع واو وحيدا فيه هذا والواو علامة الجن ملائكة فاعل وحالي ما لذن كمين يتعاقبون فعل مضارع مرفوع علامة رفع بثبات النوم واو الجماعة فاعل ممن على سكون في محلها ملائكة محلية لبا يعرف بدل من واو الجماعة كبد يتعاقبون وحيد الله من فيكم ملائكة بدل كذلك بدل ملائكة بدل إن أذكرك وذيري كرتاكو وحاكلوا الله قد مبتدئ ها ملائكة ملائكة يا يتعاقبون ملائكة ده مبتدئ كذلك جملة يتعاقبون الخبر لا صدح وأصروا النجوى الذين ظلموا آية دانا ويكيانا إذن وحالة يبدل ويا الذين هكو جاجبنا ما شاء هكو جاجبنا ومن وعاكم إذا الحديث حديث يتعاقبون وحائس العلم فيكم لحظين ملائكة تنتصي فاعل كربان
بالليل هبينك وملائكة الملائك بالنهار وصحيح سيدة صحيحة على لغة أكلوني على البراغيث ما شاء قدر ما شاء قدر جدا وصحيح ذن لشيء وصحيح ذن لشيء وحديث سيدة عدل الله وصعره قاما الزيدان ديون قاموا الزيدون قمنا الهندان على لغة مهدي الله وصعره وصحيح سيدة صحيح على لغة أكلوني على البراغيث أن الألف ألف وقاما الزيدان والواو قاموا الزيد والنور أنك قمنا أحرف وحروف بليه دالة تصنيس على التثنية التثنية إيه والجمع جمع وأن الفاعل فاعل كرة ما بعدها وحكى ذنبي وي والله سبحانه وتعالى على الله.